بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا أيها الإخوة موصول حول المرحلة الأولى وهي التفكر لإيقاظ القلب، وتحدثنا عن التفكر في صفات الله تعالى وصفات الإنسان والدنيا والآخرة. تحدثنا أمس عن الآخرة، واليوم وصله إلى إيقاظ القلب من خلال التفكر في الآخرة، وغدا تكون الخاطرة الأخيرة في أمور الآخرة. إيقاظ القلب اليوم بالنسبة للآخرة هي فكرة قال بها الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، وكنا قد أشرنا من زمان إلى كتابه اسمه التوهم. التوهم يعني إيه؟ يعني التخيل. توهم الشيء يعني تخيله وتمثله كأنه قائم، سواء هذا الشيء كان أصلا في الوجود أو لم يكن. فالمقصود كلما يقول توهم نفسك كذا وكذا يعني تخيل نفسك. فإيه حكاية التوهم؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: اعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن ذكره منهم فإنما يذكره بقلب غافل مشغول بشهوات الدنيا لا بقلب فارغ، ولذلك لا ينجح ذكر الموت فيه. فمن أعظم الوسائل لإيقاظ القلب تخيل ما يحصل للمرء عند الموت. يقعد كده يجعل هذا الشريط يمر عليه، ثم يستيقظ ويقول: ها يا نفس، إيش القرار؟ ولذلك ده فكرة هذا الكتاب، كتاب التوهم، وهو قصير جدا، صغير جدا، يمكن أن تقرأه في مجلس، لكنه صعب في التطبيق لأنه هينكد عليك جامد. فبيبدأ الكتاب بيقول: توهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر لربك، فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك. يقول: وتوهم قلبك على وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله تعالى بالغضب أو الرضا. أنت هتنام كده وتقعد تتخيل هذه المشاهد. وقد علمت أنه لا محيص لك من أن تسمع إحدى البشريين من الملك. يقول: تخيل أنك في هذا الكرب والغم وألم الموت وشدة حزنك نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها. يعني ممكن تتخيل هذا في جلسة وتتخيل ذلك في جلسة حسب حاجة النفس. يقول: عندئذ يتعلق قلبك بما يفجأك من البشرى منه. وبعدين تخيل أنك سمعته يقول: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه. حينئذ يستقر الأمر في قلبك وتطمئن إلى الله تعالى نفسك. أو العكس، تستيقن بعطبك وهلاكك ويحل الإياس قلبك وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك. حينئذ تكون في غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور حسبما ترى من هذا الملك. ثم يقول: توهم نفسك بعد ذلك، يعني تخيل أنك في القبر وسؤال الملكين، فإما مثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت أو متحير شاك مخذول. لكن الآن اللي عاوز يوقظ النفس هيقوم بدور اللي هو إيش؟ بدور اللي هو هيلقى ما لا يرضاه. ولذلك يتخيل مثلا أنه يصرخ ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويتخيل أنه يقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها. وبعدين وانت على أريكتك اجعل بقى كل هذا الشريط الطويل يمر عليك،
واسأل نفسك بقى، أين صلاتي؟ إيش كانت علاقتي مع الصلاة؟ أين صيامي؟ أين قرآني؟ أين تعاملي مع والدي؟ أين علاقتي كيف كانت علاقتي بأقربائي، بزوجتي، بتربية أولادي؟ كل هذه الأمور ينبغي أن تمر عليك. بس المشكلة الآن إنك مؤمن وموقن إن لا عودة، حينئذ تظل في هذا السياق من تأنيب النفس وتقول يعني كيف آثرت الفاني على الباقي. تتخيل فعلا وتعيش هذه اللحظات فعلا، كيف آثرت الفاني على الباقي، كيف جمعت كل هذا المال وأخذ المال مني كله والآن أسأل عنه كله وقد جمعته من الحرام. أين كان عقلي عندما اتبعت شهوة فانية تنتهي وتزول لكن لم يزل أثرها؟ أين كان عقلي حين تركت صلاة الجماعة وقد زال ألم هذه العبادات لكن كان يمكن أن يبقى الثواب؟ ويأخذ الإنسان يؤنب نفسه بذلك. لكن عشان إيقاظ النفس يتخيل الإنسان مناظر في الآخرة، يتخيل الإنسان بعض من كان يسخر منه في الجنة وهو الآن يعاني هذه الآلام للفيدة إيقاظ القلب. يتخيل الإنسان قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كل هذه الأمور كلما أكثرت منها كان أفضل. ولذلك هنا بقى بيأتي حلم العودة. طيب يا سيدي، قل لنفسك بقى إن حكاية كلا إنها كلمة هو قائلها، لا يا سيدي، ليك استثناء مخصوص. إيه رأيك بقى؟ هتعود إلى الدنيا مرة أخرى. تخيل إنك عدت إلى الدنيا مرة أخرى، أنت بقى شوف كل اللي كنت بتتندم عليه، بس لازم يكون هذا الكلام بصدق. كل اللي كنت بتتندم عليه دلوقتي قل لنا بقى، أهو أنت رجعت إلى الدنيا مرة أخرى، ماذا ستفعل فيما كنت تندم عليه من لحظات وقد ظننت أنه لا عودة؟ دلوقتي في عودة. ولذلك ابدأ بقى اسأل نفسك، طيب دلوقتي بقى كيف سيكون حالي مع الصلاة؟ كيف سيكون حالي مع الصيام؟ مين الناس اللي هيلاحظوا تغير سلوكي ممن هم حولي؟ هل لو أحسنت وتبت إلى الله مين اللي هيلاحظ عليك التغير؟ ربما الوالدين أكثر شيء، ربما الزوجة أكثر شيء، ربما الأولاد، ربما الأصدقاء. وكل ما كنت تندم عليه دلوقتي أنت عندك فرصة لتغييره. ولذلك كان الربيع رحمه الله تعالى كلما قسى قلبه كان عنده قبر في البيت دخل فيه ويصرخ ويقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يرجع ويقول ها قد رجعت يا ربيع، فيرى ذلك في عمله أياما، فيرى ذلك في عمله أياما. ولذلك صدق الحسن رحمه الله تعالى حين شيع جنازة ووقف على شفير القبر وقال إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. لو الدنيا هتنتهي بهذا لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله يشير إلى الآخرة والبرزخ لحقيق أن يخاف آخره. إن أمرا هذا أوله هذا آخره، أمر الدنيا، إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. يعني لو آخر الدنيا إن حضرتك هتتلف كده في ثلاث قطع من الثياب وتوضع متر في مترين، إذا كان ده هو آخر الدنيا لحقيق أن يزهد في أولها. يبقى ليه التثبت بها بحيث تغفل عن طاعة الله عز وجل؟ لأنه هو ده الضابط. ممكن الإنسان يبقى في الدنيا ملك ونبي، إيه المشكلة؟ لكن المشكلة الارتباط بالدنيا على نحو ينسي الآخرة، على نحو ينسي حقوق الله تعالى. يبقى هو ده المقصود، المقصود أن ينتبه الإنسان إلى ألا تملكه الدنيا، وهو ده الزهد. الزهد إنك تملك الدنيا مش الدنيا اللي تملكك.
ثم يقول: وإن أمرا هذا أوله، أمر الآخرة، لحقيق أن يخاف آخره، لأن لا عودة، لأن لا عودة. ولذلك لما كان أحدهم في مرض الموت قيل له: عظنا، فقال: إن في هذه الدار نملة. نملة طبعا مش قصده نملة، النملة دي أنا وإنت. يقول: إن في هذه الدار نملة كانت تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء، فلما كان يوم رفعت حبة إلى فمها، فجاء عصفور فأكلها والحبة، فلا ما جمعت أكلت، ولا ما أملت نالت. فلا ما جمعت أكلت، ولا ما أملت نالت. الموضوع حزين النهاردة مش زي امبارح، بس هو ده المقصود، هو ده المقصود، إيقاظ القلب. المقصود إيقاظ القلب. واحد يقول يعني هدف ذكر الموت إيقاظ القلب، نعم 100%. طب أنا قلبي مستيقظ، أنا بقول لك أهو انسى الموت. ليه؟ لأن يستحيل أنك تتم أي عمل في الدنيا إلا إذا، لأن النسيان ده نعمة. تخيل واحد كل حياته هيموت 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 هيموت، طب ده هيتزوج إزاي؟ طب ده هيعمل إزاي؟ طب واحد مفكر أنه هو هيموت بكرة، رايح يعمل لي دكتوراه 5 سنين إزاي؟ داخل في مشروع 10 سنين إزاي؟ لا، النسيان ده نعمة، وده مش كلامي، كلام ابن الجوزي، وقاله 1,000,000 مرة في صيد الخاطر. قال: يا جماعة أنا في واحد مات، بس أنا هقول لكم شيء اسمعوا مني ما لم تسمعوه، وقال لهم هذا المعنى. الكلام طويل جدا جدا. قال: لكننا نرى العقل الذي أوجب هذا القلق من الموت قد أمر بما يوجب السكون، فقال: إنما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب، ولا بد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير. لا بد من التلطف بهذه الناقة، فالإنسان في بدنه وفكره يتلطف أيضا فيها. يقول: ثم جاء الشرع بما قاله العقل، فقال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وحث على النكاح، وأخذ يعدد ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والزواج وحفظ العلم، وكل هذا يقتضي أن الإنسان ينسى بعض الشيء. النسيان مش الغفلة، النسيان مش الغفلة. احنا بنتكلم على واحد ليس مقصرا في أمور الدين، ولكنه يريد أن يؤدي أمور الدنيا التي تنفعه أيضا في الآخرة. المقصود أن ذكر الموت هدفه إيقاظ القلب. ممكن الواحد حتى المستيقظ يفعل ذلك من فترة لفترة، مرة في السنة، لكن إنسان بعيد عن الله عز وجل ده من أنجع الأمور في إيقاظ القلب. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا أجمعين. So the khatira for this morning is a continuation of our discussion on awakening the heart. And we awaken the heart by thinking about the attributes of Allah, man, life, and the afterlife. When you know who Allah is, who you are, what is life, what is the afterlife, this leads to an awakening moment. And it leads to making a decision to connect with the real Allah subhanahu wa ta'ala, with al-haq. We discussed few tips on how to think about Allah subhanahu wa ta'ala, man, life, and we started yesterday talking about the afterlife in a way that awakens the heart. Today we have an exercise. This exercise is suggested by Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. He has a book called At-Tawahum, which means imagination or visualization. He's asking us here to visualize death, and visualize us dying, and visualize what would happen to us. This could take 10 minutes or 50 minutes. It's a very short book in Arabic. You can read it in one setting. But this book is very interesting because this is really something that awakens the heart.
So he's saying, imagine yourself dying, and imagine the pain of death, and imagine the angel of death taking off, taking your soul out, and now you're very sad, you're very worried, you're waiting for the news that you would be hearing from that angel. Is it good news or bad news? And he said, now imagine that you're seeing that angel, whether in the best form or in the worst form. And these are indications of what you will be getting. Now imagine that angel saying, be happy, abshir ya wali Allah, oh servant of Allah, close servant of Allah. And at this time you feel relaxed and you feel happier and you feel more tranquil. Or you feel the opposite. If you want to really awaken your heart and you give up and you know that the end is not that that good. And he said, imagine yourself now in the grave. Imagine yourself unable to answer the questions that will be offered to you. Imagine yourself saying, oh Allah, turn me back to this dunya so that I would do good. And imagine Allah answering you, no. It's final, it's just empty words you're saying. And at this time when you're giving up, he's asking us to review our life. Review everything you did in this life. Ask yourself, what was your relationship with salah, with fasting, with your community, with the desires, with the haram, with the poor, with your work? Ask yourself all of these questions with your parents, with your family. Ask yourself about the haram money you have been acquiring, and now it is all taken from you, and you're being questioned about it all. Where was your reason when you're collecting something from haram, and it is all of it is taken from you, and now you're being questioned about all of it? Where was your mind when you were following a very temporary desire, and you're losing an eternal life? Remember when we said life compared to the afterlife is mathematically nothing, because you're dividing life by eternity. If you divide one by million, what is the value of one? If you divide one by billion, what is the value of one? Now divide one by eternity. It's mathematically nothing. It is that nothing that is keeping you away from Allah. So these are thoughts to awaken that heart. Now imagine, as you're imagining this, you're certain that there is no return. But imagine now again that you have a final exceptional opportunity to go back to this dunya. Now you're back. And then tell yourself now about remind yourself about the things you were regretting, and now replace them with action points. And see how your new life with Allah would look like, your new relationship with people would look like, your new relationship with your spouse, what would look like. Maybe before you die, you were saying, I wish I said to somebody, I love you. Or to somebody, I forgive you. Or to somebody, forgive me. Now, all of these things, do them after you come back. Al-Rabi' used to do this practically. He digged a grave for himself in his home. And then he said, whenever he feels his heart, Rabi' is smiling. I know, Ya Rabi' Mashi. So he digged a grave in his home, and whenever he feels his heart is hard, he would get into that grave and cry out and say, oh Allah, turn me back, turn me back. And then he would say to himself, now you're back. And let's see how you would change, what kind of change you will make. And people around him would say, we would see remarkable change in the way he behaves for days because of incidents like this. So the point is, now you have a chance to really show your honesty. Were you really serious when you were regretting these moments?
الحسن رحمه الله تعالى said he was in a grave burying someone, and he was giving that short talk after the during the burial, and he was saying, if this life ends in this way, then we have every right to be detached from it. Because if life ends in you being wrapped up in three white pieces of cloth and being put in a new house, the size of which is 1 meter by 2 meters, if this is how life ends with, then you deserve to be detached from it and connect your heart with the real. This is not the real. The real is there. That is why Allah said, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. The word الْحَيَوَانِ means the full, real, eternal life. Even the word picked for حَيَا here is the word that has the meaning of life, literally. Full life, real life. And when someone on the day of judgment would regret, you know what they would say, as the Quran says? He would say, يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. I wish I have done something for my life. So he's referring to the afterlife, because this is not his life. قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. It's like this is not the life. The life is there. The real home is there. So these are ways to awaken the heart. And he said, and if life in the grave or the barzakh is the beginning of the afterlife, then we deserve to have some fear for that journey. Someone, as he was dying, was asked to give a piece of advice, and he said, in this house, there was an ant. Very symbolic answer. There was an ant that used to collect grains in the summer so that it would eat it during the winter time. And one day, this ant put one piece of grain in its mouth, and then a big bird came and swallowed the ant and the grain it has. So it had no time to eat what it was eating, or even to enjoy what it collected. So the point here is, this is not the story of an ant. This is the story of me and you. But again, what is the dhabit? What is the criteria that would make someone really awaken the heart? If engagement in this life keeps you away from the akhirah or makes you heedless. But if you always if you're always wakeful or alert, then you don't have to keep talking about death every day, because it's not realistic. As Imam Ibn al-Jawzi said, in order to do when they talk, Imam Ibn Hajar had very good quote about طول الأمل. طول الأمل is the expectation to live longer. And usually this is something disliked. You hear khutbas about طول الأمل, expectations or false hopes that you live longer. A lot of khutbas against having hopes to live longer. But what is when is it disliked? When you think of living longer in a way that keeps you away from the deen. Or you're doing the haram and say, I repent next year, or next Ramadan, or January 1st. You're giving hopes that these are false hopes. Why? Because you're doing the haram thinking that you can have time. But if you're doing halal and you're having good relationship with Allah, then you're encouraged to think that you live longer. Because you cannot do any, let's say, 5-year project unless you really have
hope that you're living for 5 years at least. If you don't feel, if you don't believe that, if you think you will be dying tomorrow, why are you enrolling in college? Why are you doing your PhD? So practically speaking, you're not required to keep thinking about death, because all day around, because in this way you cannot get married, you cannot have these projects. So the remembrance of death is fine and is encouraged when it is a means to awaken the heart. But according to Imam Ibn al-Jawzi, if your heart is awake, he said, forget death for a while. And it is a blessing that we forget. Again, forget does not mean being neglectful. It's the thought of being in a tomb, the thought of being in a grave. So, but we need these things from time to time to soften our hearts. But it cannot stay permanently. It cannot stay permanently. And he quoted, he gave many incidents from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where it records real enjoyment of his life. So this exercise, the point of this exercise, it's effective when you feel the hardness of the heart and you want to awaken the heart. But if the heart is awake, then we'll move directly to the second step, which is making the connection. Tomorrow, inshallah, we'll add one more note on contemplation on the afterlife. And then we'll conclude this stage with a summary and recapping everything before we discuss the second phase. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khairan ajma'in.